هذه بادرة جيدة أن المغرب خد هذا القرار باش أنه غادي يدير التقنين ديال زراعة القنب الهندي. هكا أنا غادي يكونوا بزاف ديال المنافع بالنسبة للبلاد، منها من الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية الطبية هنايا في البلاد. حري قبل ما تصادق الحكومة على هذا القرار هذا، حري بالحكومة تشرح للشعب شنو هو الموليكول اللي كاين في هذا القنب الهندي واللي من شأنه أنه يخدم ويساعد جسم الإنسان، وإلا كان يبقى حصري على المختبرات، في حين أن الشعب دابا باش كيحسب لهم بأن ممكن لهم يستعملوا الحشيش، يعني الدولة تقنن لهم أنه يهز معاه واحد القطعة الحشيش يستعملها ديالك الشخصي، وهذا خطأ لأنه الناس شباب فاهمين بحال هكا بالغلط. فهذا هو الرأي ديالي أنا. نعرفوا بعدا شنو هي هذه المادة اللي غتستخرجها المختبرات مساعدة الحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها قبل ما يدوز الميل في الغرفتين، قبل ما يصدقوا عليه تحت القبة. أنا بالنسبة للقضية اللي درت الدولة على أساس تقنين زراعة الكيف، أنا غنقدر نكون في واحد الموقف اللي محايد. علاش؟ نقدر نقول لك أه ونقدر نقول لك لا. الدولة اللي بغات ديرو هي علاش قالت غديرو؟ غديرو على أساس أنه غيدار التقنين لما هو طبي، لما هو صحي. أه أنا معاك. والناس اللي غيديروا اللي غيمشيو يتاجروا فيه على أساس كمخدر، أش غنديروا مع دوك الناس؟ يعني هنايا إلا بغات ديرو الدولة خص تكون عند واحد الحراسة، تكون واحد السلطات أمنية مختصة أنها تحرس داك المحصول غيخرج من الكيف وغيمشي ديريكت لما هو طبي. يعني ماشي أي واحد، أنا غتكون عندي واحد الأرض وغنقول لك أجي نزرع الكيف، أنا غنزرع وما غنزرعوش على أساس باش ندير لما هو طبي، غنزرعو باش نبيعو ونضر به الناس. فهمتيني؟ هنا خص تكون واحد التشديد في الحراسة على زراعة الكيف. هذا هو الرأي.